تومي أنجلو راجل عايش في ثلاثينات القرن اللي فات في أمريكا. الفترة دي كان في مشاكل اقتصادية كتير في أمريكا وأزمة مالية مميتة خلت كل الشركات تطرد العمال من المصانع والشغالين في المحلات بغرض تقليل التكلفة، وده خلى فرصة إنك تلاقي شغل صعبة جدا وإذا ما كانتش مستحيلة. وبسبب كده بقى في وسائل كتير إنك تكسب فلوس ولكن بشكل غير قانوني، يعني مثلا الناس العادية بقت حرامية وكونوا مع بعض عصابات، وحتى الشرطة والمسؤولين بقوا مرتشين. وفي الفترة دي ظهر اتنين، واحد اسمه موريلو وده رئيس أقوى عصابة في أمريكا وقتها. الراجل ده كان بيتاجر بالمخدرات على عكس الطبيعي في عادات المافيا، وكان مصدر قوته انه بيدفع رشاوي لكل واحد من المسؤولين في البلد لدرجه خليته محمي من كل حاجه في القانون، حتى البوليس ما يقدرش يمنعه من اي حاجه عايز يعملها، لدرجه انه ضرب واحد في الشارع لحد ما قتله والبوليس واقف بيتفرج ما عملش حاجه. اما الشخص الثاني فهو ساليري وده رئيس العصابه الثانيه في امريكا وقتها، كان متميز بذكائه وهدوء اعصابه وقت الاكشن زي ما بيقولوا وعبقريته الاستراتيجيه في انه يقود الحروب بتاعه العصابات. فالفتره دي في امريكا كانت صعبه جدا وناس كتير انتحرت من كتر اليأس ان حياتهم تتحسن، ولكن توم من المحظوظين اللي جات لهم فرصه انهم يشتغلوا. اشتغل سواق تاكسي وكان بيحب يشتغل بالليل بشكل خاص علشان الناس كتير هناك والتاكسيات قليله وممكن ياخد بقشيش جنب الشغل يعني. وفي ليله تومي كان في الشارع وركن التاكسي بتاعه عشان يشرب سيجاره بالليل، لقي فجاه صوت دوشه في الشارع اللي جنبه، فلما راح تومي علشان يشوف فجاه لقي اتنين ظهروا له ومعاهم سلاح وهربانين من ناس بتجري وراهم. واحد منهم نشن السلاح عليه وقال له اطلع بينا بسرعه، وفعلا تومي ركبهم التاكسي وهرب بيهم ووصلهم لحد المكان اللي هم عايشين فيه، وعرف منهم ان هم رجالة عصابة ساليري. واحد من الاثنين قال له استنى عندك وراح جاب له فلوس كتعويض عن اللي حصل في العربية وهما بيهربوا، وقال له لو محتاج شغل في يوم تعال عندنا واحنا محتاجينك. المهم تومي روح البيت وراح فتح الظرف اللي اداهول الراجل بتاع العصابة ده وكان هيجيله سكتة قلبية من كمية الفلوس اللي موجودة. كان مستغرب هو ازاي في ناس معاها كمية الفلوس دي في الزمن الصعب ده، ففكر شوية في العرض اللي قاله له الراجل بتاع العصابة ده وان هو يشتغل معاهم يعني وممكن ياخد فلوس زي اللي معاه دي، ولكن قال انا ممكن اعيش فقير ولا ان اموت غني. المهم تاني يوم عاش حياته عادي جدا وكان بيوصل الزباين بتاعته وقعد يشرب قهوه حد من الزباين كمان ادهاله وكان قاعد رايق، وفجاه جه اتنين دمروا التاكسي ونزلوا على التاكسي وعلى تومي ضرب لغايه اما كسروهم. تومي طبعا هرب بحياته بسرعه جدا وقعد يجري في الشارع لحد ما وصل للمكان اللي فيه عصابه ساليري. ولحسن حظ تومي ان الاتنين اللي كانوا موجودين في العصابه كانوا واقفين قدام الناس اللي هجمت على تومي، واللي من الكلام طلع ان هم من العصابه الثانيه اللي هي عصابه موريلو، وهم نفس الناس اللي جريوا ورا الاتنين دول من عصابه ساليري وكانوا بيجروا ورا تومي النهارده علشان يقتلوه او ينتقموا من اللي عملوا فيهم امبارح لما هرب الاثنين دول. لما الاثنين بتوع عصابه موريلو مشيوا جم الاثنين بتوع عصابه ساليري وقدموا نفسهم، واحد كان اسمه سام وهو اللي قدامك ده والتاني اسمه بول، وقالوا له تعالى قابل ساليري علشان تتعرف عليه هو عايز يشوفك. لما دخل تومي على ساليري وقال له كل اللي حصل بالظبط، فالدون ساليري قال له هو ده مصدر رزقك الوحيد؟ فقال له ايوه ده مصدر رزقي، فقال له خلاص بما ان اللي حصل لك ده بسببنا فاحنا هنديك فلوس سلفا تصلح بيها التاكسي وترجعها وقت ما تحب. تومي قال له انا مش عايز فلوس، انا عايز اخد حقي، فانا جاي استاذنك علشان اخد حقي. ساليري وافق طبعا وقال له انا هبعت معاك بول عشان تاخد حقك من الناس دي، وكمان علشان ناخد احنا كمان حقنا لان هم عملوا اللي عملوه في تاكسي مفروض تحت حمايتنا وعلى ارض المفروض تبعنا. وفعلا راح تومي وبول ودمروا عربيات الناس كلها وكسروا عظمهم وسرقوا عربيه من هناك كمان. المهم بعد ما خلص الكلام ده كله كده تومي مش هيعرف يعيش حياته العاديه تاني كده خلاص، هيبقى مطارد من عصابه موريلو فلازم يعيش مع عصابه ساليري. فساليري قال له انت خلاص لازم تبقى واحد مننا، وطبعا تومي غصب عنه لازم يوافق. ساليري قال له انا مش عايز منك غير ثلاث قواعد مهمين وبس، اول قاعده انك لو وعدت بحاجه لازم تنفذها، وتاني قاعده انك ما تورطش نفسك مع الشرطه لاننا مش عايزين مشاكل دلوقتي. اما ثالث حاجه واهم حاجه ساليري قال له ان انا اخترت فرانك يبقى دراعي اليمين والمحاسب بتاعي مش عشان هو اذكى واحد في المدينه، ولا اخترت سام ولا بول يبقوا رجالتي مش علشان هم اقوى اتنين في المدينه، بس انا اخترتهم عشان سبب تاني. يا ترى هو ايه يا تومي؟ تومي طبعا رد بسرعه وقال له انت قصدك الولاء، فما تقلقش انا ولائي ليك دايما وبدون اي شك. فساليري قال له اهلا بيك في العصابه، وابتدت حياه تومي تتغير 180 درجه، واشتغل عنده واحد بيحصل الاتاوات من المحلات. للناس بس اللي مش عارفه يعني ايه اتاوه، اتاوه دي اللي هي الفلوس بتاعه الحمايه من العصابات لتجنب الاذى يعني، وساهم كمان في حاجات كتير في الحرب النفسيه اللي ما بين عصابه ساليري وموريلو. يعني مثلا حصل ان كان في مره سباق مهم بيحصل فيه رهانات من كبار البلد كلهم، موريلو دايما بيوصي كبار البلد ان هم يراهنوا على حد معين وساليري بيعمل نفس الكلام بالظبط. موريلو المره دي جاب سواق محترف قوي من اوروبا، فساليري طلب من توم انه يروح يبوظ العربيه بتاعت السواق بتاعته، كان نوع ان هو علشان لما موريلو يتراهن على السواق بتاعه ان هو هيكسب ويخسر بسبب ان العربيه باظت، كده كرامه موريلو وقعت في الارض قدام الناس الكبار في البلد. ففعلا تومي راح وبوظ الموتور بتاع العربيه ورجعها تاني مكانها. تاني يوم في وقت السباق موريلو طلع عمل حركه برضه وضرب السواق بتاع ساليري لدرجه انه مش هينفع يتحرك من بيته، فساليري بعت فرانك
سباق وقال لتومي ان انت لازم تسوق مكان الراجل وتكسب، وفعلا تومي عمل كده وكسب السباق. ولما كسب تومي السباق جت بنت اسمها ساره. ساره دي تبقى بنت الطباخ بتاع عصابة ساليري، الطباخ ده كان اسمه لويجي، واتعرف عليها. وكان في يوم من الايام تومي كان قاعد مع لويجي ابو ساره، ولويجي قال له ان بنتي كل يوم وهي مروحه بتتعاكس في الشارع، فلو ما عندكش مانع يا تومي توصلها البيت في مره. طبعا تومي يوافق ووصلها، وحصلت خناقه فعلا بينه وبين الناس اللي في الشارع اللي كانوا بيعاكسوا ساره، وايده اتعورت ودخل مع ساره البيت وحصل يعني مش مهم ايه اللي حصل جوه، بس اللي حصل يعني ان تومي في الاخر اتجوز ساره. وراح تومي بعدين حكى للزعيم سالير اللي حصل من الناس اللي كانت بتعاكس ساره. سالير اتضايق جدا وقال ان احنا لازم ننتقم من الناس دي ونرد الضربه ضربتين وثلاثه، لان احنا ازاي اسمنا بناخد فلوس من الناس عشان نحميهم وبناخد اتاوات منهم واحنا مش عارفين نحمي نفسنا. وفعلا طلب من تومي وسام وبول ان هم يروحوا ويضربوا الناس دي وبس، يعني ضرب بالايد، لحد ما اتقلب الموضوع من ضرب بالايد وبالعصيان لضرب بالمسدسات، ومات كل الناس اللي موجودين في كان، لحد ما اتبقى اتنين هربوا بالعربية. ولكن تومي وبول ما سابوهمش وجري وراهم لحد ما لقيهم خبطوا والعربية وقفت، وواحد منهم كان لسه عايش والتاني وشه غرقان دم وشكله ميت. هنا تومي كان لازم يطلع مسدس ويضربهم علشان يتأكد ان هما ماتوا فعلا. تومي طلع المسدس بتاعه ولكن ما قدرش يموت الواد، بس بول قدر يعمل كده وقتل طبعا الولد الاولاني، وكان هيقتل التاني او يأكد على موته برصاصة، ولكن المسدس بتاعه خلص فقال ان هو شكله كده كده ميت ويلا بينا نمشي. ولكن في الحقيقة ان تاني يوم ساليري قال لهم ان الولد اللي انتوا كنتوا فاكرينه ميت ده ما كانش ميت. وعلى فكرة ده مش الخبر الاسوأ، الخبر الاسوأ هو ان اللي قتله بول واكد على موته في الاول هو طلع ابن واحد من المهمين في البلد، واحد من الناس المهمه في الحكومه وشغلانته مستشار. والواد اللي ما ماتش ده فاكركم وعارف انكم من عصابه ساليري وهيشهد ضدنا كلنا، فلازم نروح نقتله بسرعه قبل ما يشهد. فهو دلوقتي موجود في الكنيسه علشان يحضر جنازه صاحبه ابن المستشار. وفي حاجتين كمان طلبهم من تومي، قال ان جنب الكنيسه بكم مبنى كده في فندق، صاحب الفندق ده رفض يدفع فلوس الاتاوه لساليري وبدا يدفعها لموريلو، وهنا انت لازم تروح تقتله وتسرق ملفات مهمه من عنده وبعدها تفجر مكتبه. وطبعا مع الدوشه دي كلها البوليس هيروح للفندق وهيدي فرصة كبيرة لسام ان هو يقتل الولد في الكنيسة. وتاني طلب ان في بنت هناك عايشة في الفندق وكانت خاينة للعصابة وقالت اسرار العصابة، فلازم تقتلها كمان. وفعلا اتحرك تومي وسام مع بعض في العربية علشان يروحوا للمكان، ولكن في الطريق سام قال حاجة مهمة جدا، قال له انا هطلب منك طلب. فتومي قال له انت عايز ايه؟ راح سام قال له ان البنت دي ملهاش ذنب، البنت دي كانت حبيبتي وملهاش اي دعوة بالعصابة ولا عمرها قالت اسرار، فمالوش لازمة تقتلها، انت بس هددها وخليها تهرب من المدينة وخلاص، ولو عملت كده يا تومي انا هبقى مديون ليك دايما. وتومي طبعا وافق لان سام يبقى صاحبه. المهم تومي عمل اللي عليه في الفندق وقتل صاحب الفندق وراح للبنت وهددها وخلاها تهرب، وراح حط قنبله في المكتب عشان يفجره، بس فجاه سمع صوت البوليس تحت المبنى، فاضطر ان هو ينط من فوق الشباك وقعد يهرب من البوليس لحد ما وصل لسطح الكنيسه اللي فيها الجنازه. ولما دخل تومي جوه لقى ان سام لسه ما قتلش الولد اللي هيشهد ضدهم، والولد كمان شافه وعرفه وقال ان هو ده اللي قتل، وكل رجاله ابوه المستشار هجموا على تومي. تومي عرف يقتل ويضرب الولد كمان برصاصه، فالقسيس لما شاف المنظر ده طبعا كان مخضوض وقال لتومي انت قتلت كل الناس دي في الكنيسه وده حرام. ولكن فجاه يطلع الولد اللي المفروض مات للمره الثانيه ولكنه ما ماتش، وكان معاه مسدس وبينشن على تومي علشان يموته. ولكن طلع سام مره واحده واخيرا قتل الولد وقال له انا انقذت حياتك وده رد الدين اللي عليا عشان انت انقذت البنت اللي كانت في الفندق. عدى كل الكلام ده والدنيا هديت شويه، لحد ما في يوم جه فرانك وطلب من تومي انه يركب مع بول اللي رايحين يستلموا شحنة متهربة من كندا، ومكان اللي هيتقابلوا فيه هو مزرعة موجودة على الحدود. سام موجود اصلا هناك ومستنيكم فانتوا روحوا له. وفعلا تومي وبول يركبوا العربية اللي هيستلموا بيها البضاعة، ولما وصلوا لقوا المكان هادي بشكل غريب، فنزلوا علشان يشوفوا فيه ايه واخدوا اسلحتهم طبعا. راح بول قال انا هروح من الاتجاه ده، وتومي قال انا هروح من الاتجاه ده. تومي لما راح لقى عربية تبع الناس اللي المفروض تقابلهم عشان يدوك البضاعة المتهربة، ولكن فجأة لقى السواق بتاع العربية دي مقتول. ظهروا اتنين فجأة وقالوا لتومي ينزل سلاحه، ولكن تومي قتل واحد منهم وبدا معركه مع التاني لحد ما قتله. طبعا بول سمع الرصاص ده كله ورجع بسرعه جدا علشان يفهم ايه اللي حصل. تومي حكى له اللي حصل طبعا، فراح بول عشان يعرف هم مين الناس اللي قتلهم تومي دول. طلع ان تومي قتل ناس من الشرطه المسؤولين عن التفتيش في الحدود ومنع اي محاوله تهريب، وقتلهم جنايه فدراليه فيها قطع رقاب.
الباب. سألوا بعض هو فين سام، وبدأوا يدوروا عليه، وهما بيدوروا لقوا كل الناس اللي كانت بتهرب البضاعة من كندا ميتين ومقتولين. وبعدها لقوا سام والشرطة كانت بتهجم عليه وهو لوحده بيدافع عن نفسه، فساعدوه أخدوه لحد ما رجعوا بسرعة لمكان العصابة الآمن، ورجع توم لبيته بسرعة. تاني يوم ساليري لما عرف كل الكلام اللي حصل في المزرعة ده اتأكد ان في خاين في العصابة، لان حاجة زي المهمات التهريب دي لازم تبقى سرية جدا ومحدش يقدر يعرفها غير الناس القريبة جدا من العصابة. فراح بسرعة ساليري عشان يشوف ملف الحسابات اللي مع فرانك، بس هنا حصلت المفاجأة. فرانك طلع مختفي هو ملف الحسابات، وكده فرانك نفسه هو الخاين. ساليري طبعا امر تومي ان هو يروح يقتل فرانك بسرعة وياخد ملف الحسابات، لان ملف الحسابات ده خطير جدا وفي كل جريمة عملوها وكل قرش كسبوه من اي مصدر. راح تومي يدور ورا فرانك لغايه اما لقى حد بيقول له ان موريلو تواصل مع فرانك وقال له انه يبيع ساليري بشرط انه يهربه من امريكا هو وعيلته. وفعلا موريلو استدعى شرطه فيدراليه عشان تامن على فرانك وتوصله للمطار ويديهم الملف بتاع الحسابات. تومي قعد يتتبعهم لغايه اما وصل للمطار اللي هيهرب منه فرانك، وقتل كل الناس بتوع الشرطه الفيدراليه اللي بعتهم موريلو. وصل لفرانك وطيرته ولقى المنظر اللي قدامه، لقى فرانك معاه عيلته ومراته وبنته ومعاهم شنط السفر عشان يهربوا. فرانك قال له ان سمع كلام موريلو لانه تعب من العيشه دي، كل يوم يبص تحت عربيته اذا كان فيها قنبله لازقه فيها ولا لا، حياته بقت دايما في خطر وهو عايز يعيش حياه طبيعيه لبنته ومراته، فقرر يقبل الصفقه دي ويهرب. تومي طبعا فهم هو عمل كده ليه وقرر يسيب فرانك، بس بشرط ان يديله ملف الحسابات. فرانك اداله مفتاح وقال له ان ملف الحسابات موجود في خزنه موجوده في بنك، وده مفتاح الخزنه، روح خد الملف وسيبنا نعيش. وفعلا تومي سابه يعيش وهرب، بس لما راح لساليري فهمه ان هو قتل فرانك وعرف خلاص مكان الملف بتاع الحسابات موجود في بنك. بعد هروب فرانك عدى شهر كامل من غير اي حاجة بتحصل ما بين عصابة موريلو وعصابة ساليري، كان شهر هادي جدا. ساليري كان متفق مع السواق انه يوصله المطعم بتاعه علشان ياكل، ولكن السواق اعتذر لانه عيان، فطلب ساليري من تومي انه يوصله للمطعم مكان السواق العيان، وفعلا راح عمل كده وطلبوا الاكل وكانوا بياكلوا، ولكن فجأة جم ناس باسلحة وطلعوا المسدسات والاسلحة بتاعتهم وضربوا كل ما يملكهم الرصاص على المطعم لغاية ما دمروه وقتلوا كل اللي قدامهم الا تومي وساليري اللي استخبوا بسرعة. قال لساليري انه يفضل مكانه ويلهيهم وهو هيلف الناحيه الثانيه حواليهم، وفعلا ساليري عمل كده وتومي لف الناحيه الثانيه وقتلوهم كلهم. لما رجع تومي لساليري كان متعصب جدا بعد اللي حصل له ده، والسبب ان محدش يعرف ان ساليري رايح مطعم غير اتنين بس، تومي والسواق، وبما ان تومي معاه في الموضوع ده يبقى اكيد السواق هو الخاين، وقرر ينتقم منه. وفعلا راحوا وراه لغايه اما ساليري قتله بطريقه عنيفه جدا. وطبعا المشكله الحقيقيه هنا ان الموضوع ما بقاش مستخبي خلاص، موريلو اعلنها بالحركه دي، اعلن هجومه على ساليري واعلن ان في حرب فعلا ما بين ساليري وموريلو، وكده خسر اهم عنصر وهو عنصر المفاجاه، وساليري مش هيطلع من مكانه تاني، هيفضل مستخبي. وزي ما قلت ان ساليري عنده ذكاء واستراتيجيه في الحرب، فقرر ان هو يمشي بتكتيك ان هو يضعف موريلو الاول وبعدها يقتله. وبدا ساليري فعلا ان هو يخطط لكميه مهمات كبيره جدا عن طريق ان هو يبعت تومي وسام وبول ان هم يقتلوا ناس مهمه جدا لموريلو ويفجر اماكن مهمه كمان، لدرجه انهم قتلوا المستشار شخصيا اللي هو ابو الولد لو فاكرينه، وكمان راحوا عشان يقتلوا اخو موريلو اللي اسمه سيرجيو اللي كان صاحب المينا اللي بيجيب اكبر كميه فلوس لموريلو، وفعلا موتوه وفجروا مخزن البنزين كمان في المينا. المهم بعد المهمات دي كلها موريلو بقى ضعيف جدا وممكن عادي يقتلوه، وخطه ساليري هي انه يبعت تومي وسام وبول يقتلوه، لانه سمع ان موريلو رايح المسرح عشان يحضر هناك وفي ناس كتير قوي مهمين في البلد رايحين نفس المكان ده، فقرر انه يخلي تومي وسام وبول يموتوه قدام الناس دي كلها كدليل انهم اقوى ناس في المدينه دلوقتي وككارت ارهاب يعني للناس. وفعلا عملوا الخطه دي، ولكن موريلو هرب وجري وراه لحد ما وصل هو للطياره بتاعته عشان يهرب، بس تومي وسام وبول ما سابوهوش ابدا وقعدوا يضربوا رصاص على المواتير بتاعه الطياره لحد ما وقع. راحوا هم للحطام بتاع الطياره وهم شايفين موريلو شبه ميت وجسمه مشوه من الحروق. تومي راح مطلع السلاح بتاعه وضرب بكل الرصاص اللي في السلاح على موريلو عشان يتاكد انه ميت وما يحصلش ان هو يطلع حي بعدها بكام يوم. وهنا بقى الساحه بقت فاضيه لساليري بعد موت موريلو، وبقى هو اقوى شخص في المدينه وعصابته تملك كل حاجه في المدينه. المهم تمشي الايام، وفي يوم من الايام ساليري يجمع الثلاثي توم وسام وبول علشان مهمه جديده، وهي ان في صناديق سيجار من نوع نظيف وغالي واتحجز عليهم من الجمارك ومطلوب انهم يطلعوها. فتوم استغرب وقال له هو انت عايزنا نعرض حياتنا للخطر ونروح للجمارك بنفسها علشان سيجار؟ ساليري هنا
ثلاث قفش وقال له الحقيقة هي لأ، في صندوق من الصناديق دي فيها ألماس غالي جدا والجمارك ما يعرفوش عنه، فلازم تجيبوه بسرعة وتتحركوا دلوقتي قبل ما الجمارك توصله. راحوا فعلا للمكان اللي فيه المخزن واخدوا البضاعة وهربوا وسط ضرب النار من أمن الجمارك، وراحوا للمكان اللي اتفقوا يقابلوا فيه ساليري. تومي قال يطمن على الصناديق عشان لو حاجة باظت يعني من ضرب النار، فراح يفتح صندوق ولقى المصيبة. ساليري طلع بيكذب عليهم ومخبي عليهم، وطلع ان في مخدرات في الصندوق مش الماس. الكل اتخض ان ساليري طلع بيتاجر في المخدرات من وراهم زيه زي موريلو زمان لو فاكرين. قرروا يحط الحاجه بسرعه زي ما كانت عشان ساليري كان جاي لهم، وساليري لما وصل قال لهم انتوا كده خلاص عملتوا اللي عليكم، يلا امشوا انا معايا رجاله تانية تلم البضاعه. وساليري بيقول كده كان بول متعصب جدا ووشه باين عليه. وبعدها بفتره قرر بول انه يكلم سام وتومي على سرقه بنك. كان المفروض يعني يستأذنوا ساليري الاول زعيم العصابه طبعا، بس بول قال لا عشان بيخبي علينا لازم نخبي عليه. سام رفض ينضم للسرقه دي بسبب ان هم مش هيقولوا لساليري، بس تومي ما عندوش مانع. وفعلا راح بول وتومي عشان يسرقوا البنك واخدوا كميه فلوس كبيره وهربوا، وكانوا فرحانين جدا انهم جابوا فلوس دي. وقرروا ان هم يسيبوا الفلوس بتاعه البنك دي عند بول في البيت بتاعه، وتاني يوم يرجع تومي للبيت بتاع بول عشان يقسموا الفلوس ويهربوا هم الاثنين من البلد عشان ساليري ما يعملش فيهم حاجه بسبب اللي حصل ده. روح تومي لمراته ساره وقال لها ان كده خلاص احنا جاهزين ان احنا نمشي ونهرب من المكان ده. المهم عدى اليوم ودخلنا في تاني يوم، وراح تومي للبيت لقى الباب مفتوح، فراح على طول مطلع المسدس من جيبه ودخل الشقه بالراحه، ولقى المنظر المرعب. لقى جثه بول مرميه ومقتول في رصاصه في دماغه، وعلى طول طبعا تومي راح جري في الشقه زي المجنون يدور على الفلوس بتاعه البنك ما لقاهاش. وفجاه في نص الكلام ده كله التليفون بتاع البيت رن. راح تومي يرد عشان ما يبانش ان مفيش حد في البيت، لقى سام هو اللي بيرن على التليفون وهو مفزوع وبيقول يا بول الحق ساليري عارف انت وتومي عملتوا ايه وامر انه يموتكم. تومي رد وقال له انا تومي وبول ميت فعلا والفلوس كمان اختفت. سام قال انت لازم تهرب دلوقتي حالا يا تومي عشان ساليري مش هيسيبك مهما حاول، فتعال عند المتحف عشان اديك فلوس وتهرب انت ومراتك. المهم طبعا تومي كان خايف فراح على طول على المتحف، وهنا حصلت اكبر صدمه في اللعبه. طلع سام هو اللي قتل بول اصلا عشان عمل سرقه البنك من غير ما يستاذن ساليري، والهدف ورا كده ان هو عايز يكسب ساليري لما يعمل حاجه زي كده بنفسه، وانه يعاقب تومي وبول. وفي نفس الوقت برضه سام كان خايف من ساليري انه يعاقب الكل مره واحده، على اساس يعني ان ساليري كان ممكن يفهم ان سام كان مخبي على ساليري اللي حصل من تومي وبول من سرقه البنك يعني. وبكده ممكن يبقى دراعه اليمين والراجل التاني في العصابه بعده، ويمكن لو مات ساليري سام يبقى زعيم العصابه في يوم. وطلع كمان سام عرف ساليري كل حاجه بتحصل، يعني مثلا عرف ساليري ان تومي ساب البنت اللي كانت في الفندق وخلاها تهرب ما قتلهاش، فتومي قال له انا عملت كده علشانك. سام قال له انا ماليش دعوه انت اللي عملت كده مش انا. وبعدها سام امر بقتل تومي، ولكن تومي كان عارف يتصدى وقتل كل الرجاله بتاعت سام لحد ما ضرب سام برصاصه خليته بيحتضر. سام قال لتومي سيبني اعيش وانا هقول لساليري اني موتتك، بس لازم تخبي نفسك كويس قوي عشان ما يحصلش معاك زي ما حصل مع فرانك. تومي قال له هو ايه اللي حصل لفرانك؟ سام قال له ان حد من صحاب عائله ساليري في اوروبا شاف فرانك وكان بيراهن في السباق، فراح قال لساليري وساليري بعت ناس عشان تقتله وقتل كمان مراته وبنته. هنا تومي ادرك ان في اختيارين ملهمش تالت، يا اما ان هو يسمع كلام سام ويخلي سام يروح يعرف ساليري ان هو مات، ولكن في الحقيقه تومي ما ماتش وهرب ويعيش متخفي، بس هيعيش في سجن حرفيا ملوش حريه، والله اعلم سام كمان ممكن يعمل ايه، ممكن يخونه. واقل غلطه ممكن يغلطها تومي هيتعرف مكانه وساليري هيقتله هو وساره مراته. وبكده قرر تومي انه يعمل الاختيار الثاني، وهو انه يقتل سام انتقاما لبول صاحبه. بعد اللي حصل ده كله تومي بقى مرعوب هيعمل ايه دلوقتي بعد ما قتل سام، فقعد يفكر وافتكر صح ان هو عارف مكان ملفات الحسابات بتاعه العصابه، لو فاكرين لما فرانك قال له ان موجوده في البنك واداله المفتاح بتاع الخزنه، فراح على طول اخد الملف وراح لواحد من المحققين بتوع الشرطه وعرفه كل حاجه في العصابه، عرفه كل الجرائم اللي متورط فيها العصابه، وعرفه كمان ايه عصابه موريلو وايه اللي خلاها تختفي وايه سبب موت موريلو، وحكى له كل حاجه عملتها عصابه ساليري علشان تبقى قويه دلوقتي، واداله كمان ملف الحسابات وقال له انا هشهد في المحكمه ضد ساليري، بس ليه شرط واحد، الشرط ده ان تومي ياخد حكم مخفف وان مراته ساره تبقى في امان. وفعلا المحقق وافق على الصفقه دي وساليري دخل السجن، وتومي دخل السجن كمان لمده 8 سنين عاشهم بيتعذب لوحده، لحد ما طلع من السجن وعاش لغايه اما كبر وشعره شاب وعاش في فيلا محميه من الحكومه، لحد ما وصلنا لنهايه تومي انجلو. النهايه هي ان فيتو بطل الجزء الثاني من اللعبه وصاحبه جو اتطلب منهم ان يقتلوا واحد خاين، وقبل ما يقتلوه يقولوا له ان ساليري بيسلم عليك، وفعلا ده اللي حصل وتومي اتقتل عن طريق فيتو وجو، وتومي مات وهو في حضن عيلته اللي دفع عمره كله وعاش بقيه عمره من ساعه
ما دخل العصابة لغاية اللحظة دي مرعوب علشان يحافظ على أمن عيلته وسلامته. وبكده نكون خلصنا قصة مافيا 1، واحدة من القصص المفضلين ليا. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتخلي اصحابك يشوفوا القصة كمان، وما تنساش تقولي في تعليق ايه رأيك في القصة، ولو عندك اي اقتراحات لقصص تانية قولي في التعليق برضو. وبس كده.